السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في حلقة جديدة من بيتكم ومطبخكم، معاكم شيف جلال فاروق. النهاردة هنعمل أكل ثقافة جديدة وثقافة مختلفة وثقافة فرضت نفسها على بوجه عام على المنطقة كلها، هي الثقافة الهندية. الثقافة الهندية حضارتهم من أكتر من 7000 سنة قبل الميلاد، وفي نفس الوقت عندهم توابل وعندهم نكهات وأمزقة مختلفة كتير عن المطاعم وعن كمان المطاعم العرقية اللي موجودة في العالم كله. التوابل بتاعتهم والأمزقة بتاعتهم والنكهات بتاعتهم مختلفة تماما كمان عن دول حوض البحر المتوسط زي إيطاليا والدول اللي بتطل على البحر المتوسط. بيعتمدوا اعتماد كلي على الكاري وكمان اخترعوا حاجة جميلة قوي، الجارة مصالة والكاري والتوابل الهندية الجميلة. تعالوا النهاردة هنشوف هنعمل ايه في حلقتنا وهنبتدي حلقتنا بايه. حلقتنا النهاردة زي ما انتم شايفين، تعالوا نستعرض المكونات مع بعض. حلقتنا حلوة قوي، هنعمل حاجة اسمها لحم غنم اسمه على طريقة روجان جوش او الكاري روجان جوش. لحمة بالكاري، نص كيلو لحمة قطع من الغنم، وست فصوص ثوم، ربع كوباية كاري، كوباية صلصة طماطم، اتنين سمر الجنزبيل مفرومة، نص كوباية زبادي، ربع معلقة صغيرة دقيق ذرة، ملح وفلفل اسود وفنجان زيت، وممكن ورقة نعناع للتقديم او كزبرة او زي ما حضراتكم تحبوا. خلينا نتكلم على بصرف النظر عن شكل المكونات او طعم المكونات ايه، لكن ثقافة التوابل الهندية مختلفة تماما عن اي ثقافة موجودة. خلونا نبتدي كده ونشوف. هنجيب طاسة صغيرة هنحط فيها شوية زيت صغيرين، الجرم مصالة من الحاجات من التوابل الهندي الحلوة قوي اللي بتعتمد اعتماد كلي على الكاري والكركم، هي مجموعة توابل وبيتحط فيها ورق حلبة مجفف وفلفل اسود وفي نوع من انواع الفلفل الابيض، وبيتحط معاها كمان الكركم والكاري وتوم مجفف. دي الجارة مصالة بتاعتي. هنبتدي نحط شوية زيت كمان. هبتدي احط التوم بتاعي. التوم بتاعي مفروم فرم ناعم قوي، عايز احطه دلوقتي مع الزيت. ما بخلوش يستوي، وبعد كده بحط انتوا زي ما انتوا شايفين كده اللحمه بتاعتنا بتاخد الصدمه بتاعتها، وبحط معاها في التوقيت ده الجنزبيل المفروم. كميه جنزبيل، بتاخد جنزبيل كتير جدا. الجنزبيل من الحاجات الجميله قوي اللي بيساعد على فتح الشهيه، وفي نفس الوقت بيساعد على حرق الدهون كتير قوي. ببتدي اقلب. اول ما احس ان المكونات بتاعتي بدات تحمر وتاخد لون مختلف، ببتدي احط الجارة مصالة بتاعتي بالشكل ده. ريحة التوابل الهندي فظيعة يعني. ممكن نحط لها كمان بقية المكونات دي. مهم قوي ان الطاسة بتاعتي تكون سخنة. التوابل بتاعتي خدت يعني بقت لازقه في قلب الطاسه بتاعتي زي ما انتم شايفين كده بالشكل ده. لما هاجي هنزل، لو الكاميرا جابت هنا اهو، اول ما هاجي هنزل الميه بتاعتي هتلاقيها عملت صوص حلو قوي مع الكاري.
وببتدي احط معاها شويه الصلصه الكوريه. حط معاها شويه ملح وشويه فلفل صغيرين. بعد كده بحط الزبادي بتاعي، نص كميه الزبادي على ما اعتقد، او معظم الاطباق الهنديه كلها داخل فيها الزبادي. وابتدي احط له شويه ميه صغيره. بصوا حضراتكم، اول ما احس ان الطاسه بتاعتي خلاص ما بقاش فيها حاجه لازقه من تحت، هاخد ده كله واحطه في قلب الفرن، وكل ما اللحمه تحتاج شويه ميه اديها. كده ما بقاش فيه اي حاجه لازقه، خدت كل الصوص وخدت كل الطعم الفليفر اللي موجود في الطاسه عندي، حطيته في قلبي. الطاسه بتاعتي بقت بيضه من تحت. دي ممكن يتقدم معاها رز برياني، ممكن يتقدم معاها رز اصفر بالزعفران، ممكن يتقدم معاها عيش، نوع من انواع العيش اللي بيتعمل في الهند هنعمله بالمناسبه. النهارده اليوم بتاعنا يوم هندي ومختلف عن باقي الايام اللي احنا اشتغلناها. هنجيب طاجن صغير ونحط في قلبيه اللحمه وندخلها الفرن. عندي طاجن هنا، هنحطه في قلب وهنحط كمان معاه بقيه الزبادي. طيب في التوقيت ده شويه الدقيق الذره هيدي قوام وطعم حلو قوي. دقيق الذره من الحاجات اللي هي ما بتعملش تكتلات كتير. تعالوا نحط ده في قلب الفرن بتاعتنا، نمسحها. في ناس ممكن يحط معاها كريمه لباني، لكن خلونا ندخل ده الفرن الاول بعدين اقول لكم موضوع الكريمه اللباني. هتاخد وقت حوالي 15 دقيقه ربع ساعه، انا محتاج بس ان هي تستوي كويس. ممكن نحط معاها الكريمه اللباني، لكن الكريمه اللباني ما بتبقاش صور قوي او ما بيبقاش فيها اللزع بتاع بالظبط زي بالظبط الزبادي، الطعم الحادي اللازع. خلونا نطلع فاصل صغير ونرجع لكم ونشوف هنعمل ايه. رجعنا لكم بعد الفاصل. المسالي نوع من انواع الباميه بيتعمل في الهند، هنعمله بحاجه اسمها جارا مصالة. خلينا نعرف الاول يعني ايه كلمه جارا مصالة. جارا هي تعني الحراره او الحاره، ومصالة يعني درجه الحراره. فاعلى درجه حراره هي باميه بتتعمل بطريقه حلوه قوي ومختلفه عن الباميه اللي احنا بنعملها بالصلصه بتاعتنا، لكن طعمها حلو قوي وفي نفس الوقت تحتفظ بالقيمة الغذائية لان هي ما بتاخدش وقت كتير في قلب التسوية. المكونات بتاعتنا بكل بساطة، بامية بننقي البامية اللي هي الكبيرة، بصلة مفرومة، اربع فصوص ثوم، معلقة كزبرة ناشفة، معلقتين كركم، اربع معالق كمون، معلقة بابريكا، معلقة جرم مصالة اللي هي التوابل الهندية، معلقتين ملح، معلقة فلفل اسود، وربع كوباية زيت، ونص كوباية مية.
الجرة مسالة من الحاجات اللي هي مشتقة من القرنفل والكزبرة الناشفة والحبهان، بيعتمد كمان اعتماد كلي على الحاجات المجففة زي ورق الحلبة اللي سموه كاسوري. خلونا نبتدي نحط شوية زيت صغيرين في قلب الطاسة بتاعتنا، او قبل ما نحط الزيت بتاعنا هنحط شوية ثوم مع كزبرة، مع هنعمل خلطة كده حلوة قوي هنحطها في قلب الخلاط بتاعنا، بس بعد ما نستعرض المكونات اللي قدام حضراتكم. هنحط شوية بصل في الخلاط بتاعنا، دي اللي هتبقى للبامية، شوية بصل صغيرين قوي، شوية ثوم، وشوية الزيت. ناخد شوية زيت هنا الأول ونكمل هنا دول. هنحط الكزبرة الناشفة هنا، شوية كزبرة ناشفة، شوية كمون، والجرة مصالة بتاعتي، شوية التوابل، وسن الكركم. دي هتبقى ناعمة وهتديني طعم حلو قوي. اديها شوية زيت كمان بالشكل ده، معاها شوية مية. حلو قوي. ده حطينا مع الزيت ده شوية مية، ليه بقى؟ يعني اول ما البامية هتستوي هنضيف ده عليه والمية هتبتدي تسوي البامية اكتر. خلونا البامية دي في عندنا حل من الاتنين، لو هي بامية كبيرة عندي ممكن بفتحها وبحشيها الحشو دي ده اللي انا عملته واحطه في قلب الزيت بتاعي، لو هي صغيرة بالشكل ده بعمل ايه؟ زي ما هي كده بفتحها من النص وابتدي اقليها. تعالوا نحمر البامية بتاعتنا بالشكل الجميل ده. انا بعتبر الاكلة دي من الاكل اللي لو ناس فيجيتيريان بالمناسبة خلونا نعرف الفرق، في فرق كبير قوي بين فيجيتيريان وفيجي. الفيجيتيريان هم الناس اللي ممكن يأكلوا لحوم ومنتجات حيوانية زي البيض واللبن ومنتجات الفراخ، أما الفيجي هم بيعتمدوا اعتماد كلي على كل أنواع الخضار والفاكهة. البامية أول ما بتاخد اللون ده ببتدي أحط عندي الثوم أحط الكركم كله الجرم مصالة شوية كمون شوية كزبرة ناشفة والشطة لو أنتوا عايزينها هي والبابريكا شوية فلفل اسود صغيرين والملح. ببتدي اقلب تقلبتين كويسين كده البامية بتاعتي بتاخد اللون الجميل ده. البامية دي من الحاجات سبحان الله مفيدة جدا للجهاز المناعي وبتقوي كمان صحة القلب. بتنقي كمان الشرايين القلب اللي بتضخ القلب من الكوليسترول والسموم اللي موجودة في قلب الجسم، وبتظبط كمان ضغط الدم حلو قوي. اول ما احس ان الثوم بتاعي والجنزبيل بداوا يطلعوا ليهم ريحه ببتدي احط بقيه البصل، شيل دول Thank you.
البصل مش عايزين ياخد سوى كتير علشان ما يفقدش الطعم اللي فيه والطعم السويتي اللي فيه السكر. عايز البصل يدوب يكون دبل بس. وببتدي احط المكونات بتاعتي بالشكل ده. بحط لها مية علشان تكمل تسوية. اول ما تتقل هبتدي اغرفها. نزل دول. بالشكل ده. ودول كمان. خلونا نبص على الحاجة اللي موجودة في الفرن عندي. نبص وصلت لإيه. الله. اللحمة بتاعتي بدأت تستوي وتشرب كل المكونات اللي موجودة. فاضل لها 5 دقايق. 5 دقايق. وقبل الخمس دقايق خلونا نقدر نطلع فاصل صغير تكون البامية بتاعتي اتظبطت اكتر من كده. نطلع فاصل ونرجع لكم. استنونا، اوعوا تروحوا في اي حته. رجعنا لكم بعد الفاصل. في عيش من الحاجات الجميله قوي. في الهند بتعتمد اعتماد كلي على نسبه كبيره من انواع العيش. النهارده اخترنا نوع حلو قوي وبسيط وهنعمله، وممكن اي حد ممكن يعمله في قلب البيت. عيش البوري. العيش البوري مكوناته بسيطه جدا، لكن طريقه التكنيك بتاعه او طريقه عمله هي اللي بتخليه ليه عوامل نجاح. العيش البوري 2 كوباية دقيق ومعلقه صغيره خميره فوريه ورشه ملح ورشه سكر وميه للعجن وفنجان زيت. وانا بعتمد على الخميره اللي هي الخميره البيره اللي موجوده في قلب الخميره البلدي اللي موجوده في السوبر ماركت او عند الناس الافران، افضل كتير من الخميره الفوريه. بتنشط بسرعه وفي نفس الوقت بتخلي العيش ليه ريحه وطعم حلو قوي. اغبزوا العيش في البيت، خلوا ريحه البركه وريحه العيش موجوده في قلب البيت تبقى ريحتها حلوه وفي نفس الوقت طعمها جميل جدا. بكل بساطه هنغرف المكونات بتاعتنا في قلب العجان. هنحط كل المكونات الجافه، الدقيق والخميره ورشه السكر ورشه الملح. الدقيق بكل بساطه اهو، والخميره الجافه، وشويه سكر صغيرين، وشويه ملح. العيش ده ليه شهره كبيره جدا في الهند وفي الباكستان. بيعتمدوا كل الاعتماد بتاعهم على الاكل بنفس نوعيه العيش ده. في طبعا عيش النان وفي انواع كتير من العيش يعني. هنقلب المكونات بس تقليبه صغيره، وبعد كده هحط الزيت بتاعي. اول ما احس ان الزيت بدا خلاص يندمج مع الدقيق بتاعي ببتدي احط الميه بتاعتي للعجن. بحط الميه واحده واحده. خلونا كمان نقلب الباميه بتاعتنا. الله. اول ما احس ان الدقيق بتاعي خلاص بدا يلم ببتدي احط له شويه دقيق يلم اكتر. وانا بعجن حطيت شويه زيت يسخنوا، لان احنا ده هنسويه في قلب الزيت. بيكبر بشكله حلو قوي وفي نفس الوقت طعمه حلو قوي. التوابل الهنديه مع العيش البسيط ده مع اللحمه البسيطه اللي احنا هنعملها اللي احنا عملناها
وفي قلب الفرن مستنيينها بتدي طعم حلو وريحه حلوه قوي. خلونا نلم العجينه بتاعتنا زي ما احنا شايفين. بلم العجين بتاعي كده. خلونا نشيل دي الاول نحطها تحت هنا على الرف. وبخلي دي ارش عليها شويه دقيق بالشكل ده. طيب بعمل ايه؟ بسيبها تريح شويه. بس خلونا نبص على الطاجن بتاعنا وصل لايه. الله، الطاجن بتاعنا استوى. نجيب بس الجوينتي. لو انا حسيت ان الطاجن بتاعي لسه ما استواش او اللحمه لسه نيه بديها شويه ميه. طعمه حلو قوي. ممكن ازينه. التزيين بتاعي ممكن يكون شويه ورق نعناع، ممكن نشوف ورق كزبره، ممكن نجيب لو حبينا نجيب حاجه من بره زي عود روزماري، عود زعتر، بس انا بفضل الكزبره والكزبره او ورق النعناع. تعالوا كمان نبص على الباميه بتاعتي. الله، طيب نشيل دول. هوري حضراتكم العجينه دي بعد ما بتبقى اتخمرت ببتدي اقطع منها قطع زي ما حضراتكم شايفين كده، تكون كلها قطع متساويه. مهمه قوي عمليه التخمير بالشكل ده. ببتدي لازم طبعا اقلع الجوينتي. طيب برش شوية دقيق كده زي ما حضراتكم شايفين وببتدي ألم العجينة بتاعتي. طيب أنا مش هعرف أعمل اللي أنا بعمله ده، بعملها بالشكل ده. أول ما تبسها كده أعملها شوية كور كده صغيرة يدوب. بخلي كل المكونات كلها تخش في قلب العجينة بتاعتي. كل العجينة دي كلها هتلاقيها بقت حتة واحدة بعد الخميرة. وبعمل الكور، كل الكور دي كلها، وبتطلع عندي بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. ده احنا طبعا عاملينها بنسيبها حوالي ساعة تخمر براحتها. خلونا نشيل الدقيق ده علشان نبتدي نغرف دول. نجيب طبق صغير وبعد ما بندور دول ونلفهم بالشكل ده بيطلعوا عندي بالشكل ده. خلي دول ورا. ببتدي زي ما حضراتكم شايفين العجينه بتاعتي طبعا بغطيها علشان ما تقشفش مني ويبقى شكلها مش حلو. بحط عليها شويه دقيق وابتدي اجيب عندي نشابه هنا. ومره كمان. ومعانا تليفون، نستقبل التليفون ده. مدام ناديه، مساء الفل، ازاي حضرتك؟ الله ينور، ايه الحاجات الجميله اللي عاملها؟ ربنا يخليك يا رب، ربنا يخليك. اتصلت متاخر شويه. لا، فاتتني بقى الوصفه الاولى اللي هي اللحمه بالكاري، عايزاك تعيدها لي المفضل. عيني، حاضر عيني. الله. وبعدين العيش البوري فيه كتير دلوقتي شيفات بطلوا يعملوه، ايه الحكايه؟ مع انه جميل من ايدك اهو، سهل اهو. ربنا يخليك، وبنعمله بطريقه سهله وبسيطه كمان.
جميلة والله جميلة. وانا شايفة البامية دي ايه نوعها ايه دي بقى؟ آه البامية دي بامية عادية خالص طبعا، انت عارفة دخلة الشتاء علينا بيبقى كل الخضار موجود كويس جدا. عملنا البامية مع حاجة اسمها جرم مسالة. جرم مسالة دي عبارة عن نوع من انواع التوابل الهندي. جميلة جميلة هندي ها؟ كل اليوم بتاعنا النهاردة هندي. جميلة شكلها يفتح النفس والله. ربنا يخليك. لو بص بقى التصوير بيغيظني جيبها لي بقى قدامي يعني. اتفضلي كلي. اهو. سلمني عليهم قول لهم انتوا ممتازين بتجيبوا بقى كل حاجة كده على الكاميرا والله. ربنا يخليك يا فندم. والإعداد طبعا أكيد ممتاز والإخراج عندنا وكل الكاست جميل تسلموا والله. ربنا يخليك. تسلم يا شيف جلال. بس بتوحشنا بقى اليومين دول. حاضر اوعدك هبقى دايما معاك ان شاء الله. انت معانا والله في قلبنا والله. ربنا يخليك يا فندم. تسلم يا ابني وان شاء الله من نجاح لنجاح. وتسلم ايدك يا رب. تسلمي لي. تبقى عيد لي اللحم الاولاني. حاضر هطلع العيش ده ان شاء الله. حاضر تحت امرك. شكرا يا جلال. العيش بتاعنا احنا طبعا الزيت بتاعنا زي ما انتم شايفين كده بدا يسخن. مهم قوي ان الزيت بتاعنا يبقى سخن قوي. بفرد على مرتين ثلاثة لغاية ما تبقى رقيقة. بسيب اهم حاجة مهمة قوي ان انا اسيب العجينة عندي تريح شوية زي كده عشان لما ينزل في قلب الزيت ما فرولش. نفرد دول كمان. ريحة الدقيق نفسه هو بيتفرد حلو قوي وفي نفس الوقت هتشوفوه لما يكبر كده وينفش حاجة يعني جميلة جدا. في نفس الوقت اي حد ممكن يعمله في قلب البيت. بصوا العيش العجينة نفسها زي ما انتم شايفين اهي عجينة بسيطة جدا وفي نفس الوقت اي حد ممكن يعملها. دي اخر واحده ما بياخدش وقت. في نفس الوقت دي التانيه. العيش ده ممكن اكله مع الطاجن اللي احنا عملناه ده بيبقى طعمه حلو قوي. خلونا نبتدي ناخد اول واحده عملناها ريحت سنه. نقول بسم الله. نحط نجيب مصفى. اهم حاجة بقى اللي انا هعمله زي ما حضراتكم شايفين. بصوا العيش. نشيل بدأ زي ما حضراتكم شايفين اهو بنشفه انزله من الزيت واحط بالشكل ده. نعمل بقى العيش بتاعنا الجميل ده. عيش من الحاجات الجميلة قوي. اهم حاجة ان انا الزيت يجي عليه من فوق. نعمل دي كمان. ونقلب البامية بتاعتنا التقليبة الجميلة دي. البامية بتاعتي خلاص استوت اهي بقت عاملة زي الويكة.
العيش. بصوا العيش بيتنفخ ازاي، كل دي الفراغات، وكل ما بيقعد يعني بيقعد فترة طويلة، يعني احنا ما ريحناش العجينة شوية، لما العجينة بتستريح تلاقي ده بيتنفخ وبيبقى شكله حلو قوي. الله، ده ممكن كمان ناكله مع الطعمية المصري بتاعتنا بيبقى طعمه حلو قوي، حتة جبنة قديمة. ممكن كمان ده استخدمه كنوع من انواع الحلو، اعمله زي الرقاق باللبن يبقى طعمه حلو قوي ويجنن يعني. واعمل لكم الاسبوع اللي جاي ان شاء الله نوع من انواع الحلويات الهندي. خلونا نطلع دي اخر واحدة ونغرف البامية. العيش البوري من العيش الجميل قوي، هو والعيش النان. خلونا نغرفه على البلانشة الجميلة دي يبقى شكله حلو. احنا صفينا طبعا منه الزيت بالشكل ده. نشيل ده كمان. عايز اوري حضراتكم حاجه، بصوا صوت القرمشه، عيش جميل. تعالوا بقى نغرف ده كمان الباميه بتاعتنا الحلوه قوي دي. نغرف الباميه بتاعتنا في طبق من دول. يلا خلونا نحط البامية بتاعتنا في الجزء ده ونشيل آخر واحد. ونحط العيش البوري بتاعنا، نحط دول كده بالشكل ده. خلونا كمان قبل ما نختم حلقتنا، المقادير بتاعت اللحمة الروجان جوش اللي هي معمولة بالكاري هتنزل على الشاشة دلوقتي للمتصلة الجميلة مدام كريمة، مدام نادية. يلا خلونا نقول المقادير معانا. لحمة بالكاري، نص كيلو لحمة متقطعة قطع صغيرة، 6 فص ثوم مفروم، ربع كوباية كاري، كوب صلصة طماطم، 2 ثمرة جنزبيل مفروم، نص كوباية زبادي، ربع معلقة صغيرة دقيق ذرة، ملح وفلفل أسود، وفنجان زيت، ورق نعناع للتقديم أو كزبرة على حسب اختيار حضراتكم. حلقتي خلصت، أتمنى إن هي تكون عجبتكم. عملنا فيها أكل هندي وثقافة مختلفة على أذهاننا وعلى أذهان حضراتكم. عملنا الروجان جوش والمسالي والعيش البوري. يا رب تكون الحلقة عجبتكم، طبقوا الوصفات وتابعونا على صفحة قناة تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.